ورحمة الله وبركاته. مرتضى منصور يهدد الأهلي ويقترب من خطف حاوي منتخب مصر. يخطط مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم واحدة من الصفقات الملوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك في ظل السعي وراء تدعيم الصفوف من أجل الحفاظ على لقب الدوري المصري الذي حققه الفريق الموسم الماضي. وشهدت الساعات القليلة الماضية فتح خط المفاوضات بواسطة مسؤول نادي الزمالك مع أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر اف سي ومنتخب مصر للحصول على توقيعه خلال الفترة القادمة وبحث إمكانية التعاقد معه لارتداء قميص المارد الأبيض. وتلقى اللاعب محادثات بواسطة بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة القليلة الماضية من أجل معرفة رأيه في إمكانية ترك فريق نادي فيوتشر اف سي والانضمام لنادي الزمالك. وطلب اللاعب مهلة من أجل الرد على الاتصالات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، خاصة أن العقد الذي يربطه بنادي فيوتشر مستمر حتى عام 2023.